أنا شاب في 24 من عمري، متزوج ولي ذرية. أعاني من مشكلة منذ أكثر من 4 سنوات، وهي أنني كنت صغيرا أقترف بعض المعاصي جهلا مني، وكنت أظنها صغيرة، فمن الله علي بالتوبة منها والإنابة. لكنني الآن ومنذ أكثر من 4 سنوات أحس بضيق شديد في صدري ووحشة من الناس أجمعين، مع أنني أحب الله ورسوله وجميع المؤمنين. أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا، كما أرجو أن تدعوا لي وفقكم الله. محبة المؤمنين علامة خير، ومن أحب قوما فإنه يحشر معهم يوم القيامة، فالمرء مع من أحب يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبتك للمؤمنين هذه علامة خير، وأما الضيق الذي تجده في نفسك فاسأل الله، ونسأل الله لك الشفاء والعافية، ولا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. عليك أيضا باستعمال القراءة على نفسك، أن تقرأ على نفسك من كتاب الله، خصوصا سورة الفاتحة تقرأها تنفث على نفسك، تكرر، تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، تقرأ ما تيسر، وتقرأ آية الكرسي، تقرأ ما تيسر من القرآن، وتكثر من ذكر الله، وبذلك يشفيك الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.